السلام عليكم متتبعين مامتي الحبيبة أم ولادي، كنرحب فيكم اليوم. نتمنى على تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحسن الأحوال بإذن الله مولانا الكريم. اليوم كنرحب بكم في واحد الفكرة ديال الكروس اللي اقتصاديين وما يتطلبوش لنا شي حاجة وكيجيو زوينين مفشوشين غزالين، وأكثر من ذلك أنهم كيجيو بنانين وخفاف خفاف خفاف خفاف. بقاو معايا ما تزابيوش، غادي ندوزو المقادير بإذن الله. وبسم الله على بركة الله، غادي نحتاج هنايا كيلو ديال الطحين الأبيض. دونك كيلو ديال الطحين الابيض اللي غادي نزيدو عليه معلقه، وهذا القياس هذا ديال حبه حلاوه او النفع، ما عرفتش كيفاش كيسميوها، اون توكا هذوك لي غير اللي كيكونوا صغيورين. عندي هنايا كاس معمر تقريبا جوج صباع باش يعمر ديال السكر، والسكر كتحكمي فيه على حسب الحلاوه اللي نتينا باغاها، يعني بغيتي تزيدي كثار ولا تزيدي قل ديريها. عندي جوج ديال البيضات اللي غادي نستعمل هنايا. دونك كما قلنا الحلاوه غادي تحكمي فيها كيما بغيتي، يعني تزيدي ولا تنقصي، تقدري ديري غير النص، ولكن ما تنساوش بان الحلاوه السكر كينفعنا في عامل من ان غادي نديرو هذاك، غادي ينفخ لينا العجين. دونك هنا جوج بيضات راني استعملت غير وحده، والبيض ديال وحده، وهذاك لو جون اللي غادي نستعمل غادي ندهن به العجين ديالي ملي غادي نبغي نطيبو. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الخميره، يعني دي كويغ سوب اللي كنستعمل هنايا، وحد الحال برد يعني جوج معالق كبار في الكيلو ديال الطحين. دونك على حساب لا طون. دونك غادي نزيد واحد المعلقه بليتو ثلاثه ديال المعالق ديال الزنجلان، تقدري تكتفي غير بجوج، انا هنا عندي الزنجلان ابيض ما محمرش. غادي نزيد هنايا نص كاس وافي ديال الزيت النباتيه، الا ما عندك الزيت تقدري ديري واحد جوج معالق كبار ديال الزبده تكون حيوانيه باش تجينا شويه باينه، لان لا مارغرين الا كانت لا مارغرين تكون نو ايدروجيني. وغادي نزيد هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، الملحه حتى هي كذلك كتبقى دائما على حسب الذوق وعلى حسب لا كونتيتي. غادي نزيد الماء الكافي، وغادي نديرو التعجين، تقدري تعجنيه باليديك او تعجنيه بالروبو كما كدير. هي العجينه خاصها تكون بحال هكا متماسكه رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف ولكن تكون رطبه بحال هكا. غادي نديرها ترانسفيرها لهذا البول ديال الزاج، وغادي نخليها تختمر لي شويه، ماشي بزاف، ما بغيتهمش يخمروا لي بزاف بزاف بزاف، غير يتكون في هذوك الفقاعات باش نعاود نخدمها عاوتاني مره اخرى. وبقاو معايا المراحل الجايه. وإذا كان الحال بارد من الأحسن تكون نحطوها في واحد المكان يكون دافي، أو الفران إذا كان سخون دافي شوية بحال هكا باش تعاون الإختمار ديالها. دونك غادي ندهن لها الوجه ديالها بشوية ديال الزيت، وغادي نخطيها ونخليها تختمر. بعد ما اختمرت لي شفتو ما اختمرت ليش بزاف، غير شويه بحال واحد 10 مينوت هكاك ديال الرو باش ارتاحت، 10 دقائق باش ارتاحت لي، غادي نعاود نعير نحاول نهويها ونخرج منها داك الهواء اللي فيها صافي، ونخليها تختمر لي عاوتاني مره اخرى، عاد نقطعها وتابعوا معايا المراحل. بعد ما تهوت لي
هذيك العجين. دونك صافي غادي يعني خمرات لي واحد شويه، زدت ليها واحد 15 دو مينوت صافي غادي نهويها دابا. ولا العجينه تتجينا خفيفه 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 خفيفه، كنهزوها ما تنحسوش بها نهائيا، يعني راه العجينه يعني كتكون خفافه بواحد الطريقه بشكل يعني شوفوا كيفاش كنهزها بجوج صبع. صافي غادي نقطعها، والحجم والكبر غادي تحكموا فيه. انا درت تقريبا هنايا يعني عيني ميزاني، درت ما تكون فيهم تقريبا واحد 40 غرام بحال هكاك في الوحده، حتى 50 غرام يعني ماشي شي حاجه، ماشي كثار كبار بزاف. دونك غادي نقطع نشكل كويرات صغار وغادي نديرهم في لابلاك. شوف العجينه راه تجينا رطبه رطبه بزاف 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 بزاف، يعني غير اللي في انها ختمرت لينا وهذوك العشر دقائق ومن بعد ربع ساعه حتى تعطينا واحد الفشفشه في العجينه، تجينا كما تيقولوا كتجينا بحال السفنج من الداخل. دونك شكلت الكويرات ديالي كلهم، دابا غادي نديرهم في لا بلاك، غادي نابلاتيهم، ما غاديش نخليهم هكاك ما غير مكورين، مي غادي نقرصهم بهذا الحجم بحال هذا، يعني تقريبا واحد 1 سنتيمتر في العرض ديالهم. غادي نترونسفيهم لابلاك ديال الكويسون ديال الطياب ديال تبسيط الفران، يعني غادي نطبطب عليهم شويه، ما غاديش نخليهم هكا، يعني غادي نقرصهم هذا بحال هكا، يعني ما غاديش نخليهم عامرين. قرصت هاد القريصات ديالي، دابا غادي ندهنهم بصفار البيض، ندهن لهم وجهها قبل ما يختمر، انا كنأكد يعني قبل ما يختمر، لان انا مشيت حتى خمروا لي وعاد دهنت لهم صفار البيض، صفار البيض يعني لو جون ديف، غادي يهبط لي ديك الخميره ديالتها. دونك غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بصفار ديال البيض، وغادي ندير عليهم واحد شويه ديال الزنجبيل، وكتبقى دائما اختياريه، يعني ديري زنجبيل ديري لوز ايفيلي، يعني على حسب شنو عندك في على حسب المستطاع، على حسب شنو عندك في البيت، يعني دائما تبقى الاختيار لك. وغادي نخليهم يختمروا، وغادي من بعد غادي نديرهم في الفران 350 فارنهايت، يعني واحد 180 درجه من الفوق ومن التحت. غادي ندخل لي بلاك ديالي يطيبوا لي على حتى يتحمروا لي، يعني واحد اون فانتين ا 30 مينوت. دخلتهم دابا الفران، راه كما كتشوفوا هذه النتيجه اللي خرجت عليها، هذه خرجت لا بروميير بلاك، جاوني جوج ديال لي بلاك في هذا الكيلو ديال الطحين، يعني تبارك الله راه تقريبا اكثر من 40 حبه. انا ما تنحسبش الحبات، ما عمري ما نحسبو، ما عمري ما نقول لكم، لان كاين كيخرج كميه كثيره بزاف. تيجونا القريصات البلديين، تيجونا منسمين، تيجونا غزالين مفشوشين مهويين من الداخل، يعني الا جربتوهم راه بالاكيد غادي يعجبوكم، وغادي تبقاو دائما ان شاء الله ديروا بحالهم. وراه كما شفتوا راه ما فيهمش شي حاجه، يعني بيضه وحده والبيضه الاخرى كندهنوا بها الوجه، مي كيجيونا لذاد غزالين. وكنتمنى الله انهم يلقاكم في احسن ما يرام، ونتمنى الله انكم تعاونوني بالدعم ديالكم، ونتمنى الله انكم ما تنساوناش من اللايكات، وشكرا لكم، وشكرا جزيلا لكم جزيلا الشكر، وما تنساوناش من البارتاج، وان شاء الله الى الحلقه المقبله باذن الله، والى فكره مقبله باذن الله، والسلام عليكم.